عارف يا ده رمزي ايه اللي مصبرنا عليك؟ ايه يا دولة؟ مش عارف. شكرين يا حتة. ايه مالك يا حتة واقف مش مظبوط كده ليه؟ مش عارف يا باشا، دايخ كده وحاسس ان هرجع. لا بص، لو كده بص الناحية دي، بص الناحية دي. ونفسك غم عليك كده يلا حتة وكده؟ بس يلا يا رمزي عيب يلا. انت متجوز بقالك كتير يعني؟ لا قريب يا باشا. ممكن تبقى حامل، خلي بالك. لا بهزر، يلا مالك بجد يا حته؟ هو مش عارف يا باشا الدور جاي لي كده، بس انا مش مهم يا استاذ عادل. المهم امي يا باشا تعبانه قوي، وتفكرني كده بابويا قبل ما يموت. يا خبر ابيض. طب يا دوله ما تدي له خلطه من بتوعك دولت علشان تنسيه ابوه قبل ما تموت. لا يلا قبل ما ابوه يموت يعني، احنا المهم دلوقتي في امه مش في ابوه. بس ولا يهمك يا حته، يعني انا هخدمك خدمه جامده جدا. ايوه هو ده. بص يا معلم، الخلطة دي هتاخدها على مية سخنة بتغلي جامد جدا، وبعدين تسقعها في التلاجة جامد جدا، وبعدين تشرب منها انت وامك وادعي لي يا معلم. ربنا يخليك لنا يا استاذ عادل. والله يا باشا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش. ربنا يكرمك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا رب يا باشا. خلاص خلاص يا الواحد لازم يعمل حاجة يعني برضو. طبعا يا دولة. طب ما تعمل لي انا بقى حاجة يا دولة كده، مفيش حاجة كده هون ليا. ايه حاجة ليك ايه؟ انت عندك صداع؟ لا. عندك مغص ولا حاجة؟ لا. خلاص خد دي. ايه ده يا دولة؟ ده سبيداك. طب واخده ازاي ده دول؟ ده بقى بالسكينه كده، هو بس تلقط لسانك الاول وبعدين بالسكينه وتقوم ايه داهن كده وتصنفر وتقوم داهن تاني يعني. ربنا يخليك ليه يا دول يا رب. ده هيجيب لك كل الامراض، بعد كده بديك بقى من الانواع التانيه اعالج لك بيها الامراض. هي ماما عامله ايه يا ماما؟ يا ست الحبايب يا حبيبه، عامله ايه النهارده؟ مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظاتي الاخيره؟ لا الف سلامه ليكي يا ماما، ان شاء الله تقومي بالسلامه باذن الله وتنوري البيت وتزقططي وتهيصي. خدي يا سناء خدي ده بسرعه، روحي اعمله لنا في شويه ميه وقلبيه وهاتيه بسرعه. ايه ده؟ ايه ده يا عادل ده؟ دي وصفه مهمه جدا، دي اللي هتخفف ماما وتخفف حماتي باذن الله. هات لنا كوبايتين بس بسرعه. يلا يلا يلا. لا لا جامي يا عادل، انا مش هقدر اخد الحاجات المواصفات بتاعتك دي، انا فيا اللي مكففينيني خالص، من فضلك ارحمني خالص. اسكتي يا مجيد، عادل مش هيعمل حاجه تخلينا نبقى وحشين، مش كده يا عادل؟ طبعا يا ماما، انا لو ما كنتش واثق 100% من الخلطه اللي جايبها لكم دي ما كنتش اديتها لكم يعني. ايوه يا ابي، بس حتى الاعشاب لازم تتاخد تحت اشراف دكتور. دكتور؟ هم الدكاتره يحطوا مناخيرهم في كل حاجه كده يا ماما؟ دي عايزه مفهوميه وعايزه عقل، والمفهوميه والعقل عارفين فين طبعا يعني. انا مش عارفه ليه انا مش مطمنه لك خالص يا عادل. ولا انا يا ماما. عموما لما ماما تشرب بقى الخلطه بتاعتي دي وتخف وتقوم تزقطك كده، ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطه. اتفضلي يا ماما يا ست الكل يا ست الحبايب. هاتي حبيبي. بالهنا والشفا. سمي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ده حلو قوي، ده احلى من الكوكتيل. شفت بقى يا ماما، يعني انا هديكي حاجه وحشه. الف سلامه ليكي وان شاء الله بالشفا يا ماما. طب انا بقى عايزه الكوبايه بتاعتي. لا مش هديك الكوبايه، مش انت قلت مش عايزه؟ انا ماليش دعوه، انا عايزه الكوبايه بتاعتي. يا عم عادل اديها الكوبايه، خليها تطفحها، مش هنخلص من زنها. خدي خدي. عموما هتعرفي قيمه الكوبايه دي لما تخفي وتقومي تزقططي وتتنططي وتقولي الكلام الغريب اللي بتقوليه. زيحي يا مجيده العيا مر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالدكتور بتاعنا. اخبارك يا حته؟ ازيك وزي امك؟ الحمد لله يا باشا، صحتها بقت زي الفل والله يا استاذ عادل، وليل ونهار عماله تدعي لك. ياه معقوله بالسرعه دي؟ يا دوله يا كبير يا كبير. يا جماعه يعني مش عايزكم تحرجوني، يعني ده كل ده بفضل ربنا، احنا مجرد اسباب يعني ما عملناش حاجه يعني. الحمد لله. وبعدين يعني باذن الله بعون الله مع الاعشاب الطبيعيه اللي انا بعملها بعد كده مش هتلاقي اي مريض موجود في البلد يعني، ولا بقى مستشفيات ولا ادويه ولا كلام فارغ من ده يا معلم. الله عليك يا دوله. ايدك ابوسها يا استاذ عادل. لا 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 استغفر الله العظيم، دي الشمال، خد دي. يا ابني احنا مجرد اسباب زي ما بقول لك يعني. اسباب ايه يا باشا؟ ده الحمد لله انا امي كنت خلاص فقدت الامل انها راحه ومش راجعه تاني. يا جماعه الحاضر يعني للغايب، الاستاذ عادل هو اللي ربنا شافاني على ايدي انا وامي، وخلونا في ايديك يا استاذ عادل. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل. يا جماعه يا جماعه انا ما بحبش الهتاف، دعوني اعمل في صمت يعني، مش عايز هتاف خالص. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ بيب
عبقري عبقري جينيس، طول عمري بقول عليك ان انت عندك مواهب، لو طافت فوق السطح هتسوي الهوايل. طافت ايه بس يا رانيا؟ ايه المواهب دي يعني؟ طيارة. ربنا يخليك لي يا حبيبي، عارف العيا ده كان غم ونزاح والحمد لله. الحمد لله العافية يا ماما، دي حاجات بسيطة. ربنا يخليك ليا يا جوز بنتي، بس يا ريت بقى تكمل جميلك عليا وتشوف لي دواء للضغط. وانا كمان تشوف لي دواء للسكر. لا بقى يشوف لي دواء للعيا. ماشي 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 ماشي، اشوف لكم ان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه، واحد ضغط وواحد سكر واحد ايه الايه ده. يا جماعة يا جماعة، انتوا كان عندكم دور برد وراح لوحده، خف لوحده، يعني انتوا خفيتوا بدون اي تدخلات. يا نهار اسوح على حزب اعداء النجاح ده، انا مش عارف انا يعني، بس ما تقلقيش ما تقلقيش، انا في باب مخصوص كاتبه في الكتاب بتاعي عن حزب اعداء النجاح والعلاج بتاعهم ان شاء الله. ايه ده بجد يا بيبي؟ انت ناوي تعمل موسوعه علميه صحيه؟ طبعا، لان الموهبة اللي ربنا ادهاني الحمد لله يعني مش لازم اخص بيها اهل بيتي بس، لكن لازم افيد بيها المجتمع والناس. طب يا ريت يا بيت تعمل لي خلطة كده للذاكرة عشان الحاجات اللي بذاكرها ما تطرش. تعرف انت لو عملت كده هتكسب ذهب تكفي عليك الثانوية العامة. على رأي كفاية الثانوية ده، لو كل طالب في الثانوية اداني جنيه بس هبقى مليونير. خلاص هعمل دي في خطة اعمالي اللي جاية ان شاء الله. وكمان انا يا بابا اعمل لي حاجة كده خلطة يعني عشان لما اجري والعب واتنطط كده ما اتعبش. ماشي عمل لك الخلطة يا ياسمين. اعمل حاجة بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيؤات والجنان. ده انت وصلتي خلاص، دخلت مرحلة الجمالك. لا ده مش عشاني، ده عشانك يا روح قلبي. عشان انا يا نهار اسوح على حزب اعداء النجاح ده، مش عارفين يقولوا ايه ولا ايه ولا ايه. هعمل للهلاوس والتهيؤات بس على الله يجيب نتيجة معاكي. السوشو دولا تشانجيان. اتفضل يا بروف، اتفضل يا بروف، اتفضل. واحدة واحدة ارجعوا كده هون صف كله، مش عايزين هرجالة. تعال انت يا حاج كده علشان نلحق. نبي يا ابني شوف لي حاجة للكبد احسن، تعبني قوي الكبد. تعبك قوي الكبد؟ الكبد لا، ده الطحان ده اللي وازي الكبد اهو. خدها حاجة، دي خلطة مخصوص عشان الكبد، معمولة من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودقة بقى. وايه يا معلم؟ خد دي، هتاخدها 60 مرة في اليوم لمدة اسبوع وتجيلي بعد شهر ان شاء الله. تفتكر بقى ان هعيش العمر ده كله؟ الخلطة اللي معاك دي تقعدك بتاع 50 سنة على الاقل ان شاء الله. ربنا يخليك يا ابني ويطرح فيك البركة ويكتر من امثالك. مع السلامة. ايه بعده؟ ايه بتقول ايه؟ اللي بعده محسوبك حمادة أبو قصة. أبو قصة؟ بص سيب شعرك يعبر عنك، مش محتاج تعرف نفسك، واضح القصة طبعا تحت أمرك. المشكلة إن شعري ما بقاش زي الأول. أكيد طول، ما بص البني أدمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبلوا بعد كده.